هذا يبدو سوق السمك والخضروات في الصباح الباكر لمدينة روسو، حيث يتوافد إليه ربات الأسر لاقتناء حاجياتهن اليومية من المكونات الغذائية لتحضير وجبة الغداء. ثقافة مشتركة تجسدت في كلمة دوغو من ضمن أخرى، والتي فرضت نفسها في وسط الساكنة. بترارت الناس ما عنده وقت من وقت فيه اللي يجي من أصباح البادية يشرو الحوت والخضرة، جايين يندقوا جايين يشتروا الحوت جايين يشتروا الخضرة، وفيه اللي يجي العاشرة وفيه اللي يجي ميدي ندقوا. هذه يقولوا الناس نحن نقولوا لنا ماشي ندقوا ندقوا، دي معنى عندنا نحن حد يقول وعد المرسى لا يشتري الحوت ولا يشتري الخضرة ولا يشتري حالة لقدته، لو نقولوا له نحن ندقوا. هون يشون مع الصبح هون يشتروا الخضرة، عندهم الناس ندقون يشتروا مول الحوت ندقوا، معنى الكلمة بولارية معنا كل وقت نجو هون مع الصبح نشروا الحوت ونشروا الخضرة، والناس ما شاء الله خارجة مأرمة الشارية، مودي ما شاء الله الخضرة والشارية الحوت فتبارك الله. والله نجون ما شاء الله مع الصبح ما شاء الله نجبروا ما شاء الله الكليان ما شاء الله نشروا عندهم الحوت ونشروا عندهم الخضرة وندقوا ما شاء الله، والناس فتبارك الله حي هون ما شاء الله كاملة الدشرة مولي زينة ما شاء الله. والله جاية هون لندق نقبل لقدا ندق هون، ونحن هون ندق حد جاري أكبر خضرة أكبر الحوت أكبر الشاك نتفنت تبارك الناس كاملة تجي من البوادي ما شاء الله، وتجي من كل بلايص قاس المدينة ما شاء الله ندقوا زين ومدي ونعظيم وحوت أمي ياسر تبارك الله. تنوع المعروض من السمك والخضروات يتيح للمرتادين اختيار حاجياتهم وفق ما يناسبهم لضمان وجبة متكاملة. ميمونة مامادوجا، قناة الموريتانية، مدينة روسو.